نعم نبيل، وفق إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين فإن حصيلة الاعتقالات حتى هذه اللحظة اقتربت من نحو 60 حالة اعتقال في مناطق الضفة الغربية، ليرتفع عدد المعتقلين إلى 2700 حالة اعتقال منذ 7 أكتوبر. عمليات اقتحام واسعة النطاق نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي تركزت في قرى غرب وجنوب جنين شمال الضفة الغربية، تخللها أخذ قياسات منزلي عبد الرحمن وعبد العزيز مساد، كان قد اعتقلهما جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل عدة أشهر ودون إبداء أي أسباب تتعلق بأسباب طبعا أخذ قياسات المنزل، إلا أن الفرق الهندسية قامت بذلك تمهيدا لهدمه لاحقا. خلال طبعا اقتحام البلدة دارت اشتباكات مسلحة، وتمكنت المقاومة وفق بيانات لها بتفجير سلسلة من العبوات الناسفة في إطار التصدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي. عمليات الاقتحام طالت قرى أيضا جنوب وكذلك أيضا شمال شرق مدينة نابلس في يصيد، وكذلك أيضا في قصرى واللبن الشرقية، بالإضافة إلى مناطق شرق القيلية في إمتين وفرعة وبلدة عزون حيث دارت مواجهات عنيفة وباقة الحطب، وبالإضافة إلى أن وحدات خاصة إسرائيلية صباح هذا اليوم تمكنت من اعتقال شاب خلال مداهمة مخيم الفارعة إلى الجنوب من مدينة طوباس وسط اشتباكات مسلحة عنيفة أصيب خلالها شابان فلسطينيان بجراح برصاص الاحتلال الإسرائيلي نقل إلى المستشفيات، وكذلك أيضا حملة اعتقالات مستمرة حتى هذه اللحظة في بلدة كوبر قضاء مدينة رام الله، وكذلك أيضا في بلدة المغير إلى الشمال الشرقي من المدينة، وكذلك أيضا حملة اعتقالات في حوسان في مدينة بيت لحم، وكذلك أيضا في مدينة الخليل. بمعنى أن من شمال الضفة إلى أقصى جنوبها حملات اعتقالات واسعة ومواجهات عنيفة أصيب خلالها عشرات الفلسطينيين بالاختناق، 3 إصابات بالرصاص الحي، وكذلك أيضا نحو 60 حالة اعتقال في مناطق الضفة الغربية. شكرا.